رسم الكاريكاتير من تقريبا من 20 سنة. هاي فكرة الرسميات من سالفة إدمان السوشيال ميديا. احنا لو نلاحظ حاليا في السنوات الأخيرة قديش الناس أدمنت السوشيال ميديا، وصرت تلاحظ ان كل الناس ماشيين في الشارع، كل واحد ملتصق بتلفونه. فيأتلي فكرة الكوميكس هذا، ان شو هي حاليا أصعب عملية فصل ممكن الواحد يسويها. اسم اللوحة Never Lose Your Spark. فشو الشيء اللي يمثل سبارك في الحياة كثر النجوم؟ احنا في مجتمع نحب ان نهتدي بالنجوم من ايام اجدادنا، فحبيت اني اوصل ان كل هدف في كل مرحلة في الحياة عبارة عن نجمة. فالارقام اللي موجودة في الرسمة هي عبارة عن كل مرحلة من العمر، كل عمر فيه نجمة محددة، سبارك محدد انت توصله او انك تطمح انك توصله في هالمرحلة. يوم نحن نلعب الورق، انت تشوف دائما انه في كينج وكوين، ففي حياتنا في دائما في كينج وكوين، منهم منو؟ امي وابوي. فانا حطيت امي وابوي يمثلون الكينج وكوين في ورق اللعب. هالبطاقتين وايد قويه، ممكن يعني يفوزونك في حياتك الواقعيه. امك وابوك هم السند لك، وهم الناس اللي بيرعونك، فهم هاي بطاقتك اللي بتربح فيها في حياتك. لأن كنا نتكلم عن الكوميك الإماراتي، حبيت إني أنا أرسم أو يعني أعكس شيء بسيط اللي هو في ظل العولمة. نحن ثقافتنا صح إن هي مثلاً ممتدة يعني لها تاريخ، بس في نفس الوقت هي بعد ياسة تتطور مع التكنولوجيا، مع الثقافة العالمية، مع العولمة. فبتشوف إن نحن ممكن نحن متأثرين بالثقافة اللي متواجدة في العالم، بس في نفس الوقت لنا طابعنا الخاص عن طريق رمزيات بسيطة مثل المنسق مثل ما قلت لك، أو لبس المرأة اللي موجودة. فأشياء بسيطة تبين إن نحن صح متحضرين ومواكبين العصر، لكن في نفس الوقت معتادين بثقافتنا.